السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب فيكم أعزائي الطلبة في مقرر الجغرافيا الاقتصادية أجامي أو اثنين، عنوان الدرس الصناعة التوطين الصناعي. أستعرض معكم أعزائي الطلبة أهداف الدرس. 1- أن يتعرف الطالب عوامل التوطين الصناعي. 2- أن يتعرف الطالب التحولات التي شهدتها المجالات الصناعية في كل من العالم المتقدم والعالم النامي. 3- أن يقرأ الطالب صوراً تتعلق بالتوطين الصناعي ويحللها. الآن عزيزي الطالب، كمقدمة للدرس، لماذا تسعى المؤسسات الصناعية إلى اختيار أفضل المواقع لتوطين مصانعها؟ الإجابة هي أن المؤسسات الصناعية تسعى إلى اختيار أفضل المواقع لتوطين مصانعها، وذلك بهدف التخفيف من تكاليف الإنتاج والاستفادة من الخدمات العامة. وقد أدى التوطين الصناعي إلى اتساع المجالات الصناعية وتحولها. سنتعرف اليوم ما هي عوامل التوطين الصناعي، وما هي التحولات التي شهدتها المجالات الصناعية في كل من العالم المتقدم والعالم النامي. أبدأ معكم أعزائي الطلبة بالنشاط الأول، وهو يتعلق بعوامل التوطين الصناعي. أمامك مجموعة من الصور، تأمل في الصور ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. الصورة الأولى لمركز أول مصنع لسيارات رينو على جزيرة نهر السين في وسط باريس. الصورة الثانية مرفأ روتردام، مرفأ صناعي ينمو ويواكب تطور الصناعة في أوروبا. الصورة الثالثة صوفيا أنتيبوليس في جنوب فرنسا، مدينة تجمع نشاطات تكنولوجية عالية المستوى. الصورة الرابعة مصنع للنحاس توطن في منطقة غنية بالمناجم في الكونغو خلال الثورة الصناعية الأولى من القرن 19. من خلال التأمل في الصور السابقة، صف المستند الأول وبين لماذا تتوطن المصانع قرب الأنهار. صف المستند الثاني وبين لماذا تتوطن المصانع قرب الموانئ. استخرج من المستند الثالث العوامل التي تجذب النشاطات ذات التكنولوجيا العالية. صف المستند الرابع وبين أسباب توطن المصنع قرب منجم النحاس، واذكر عوامل أخرى للتوطين الصناعي. الآن أستعرض معكم أعزائي الطلبة عوامل التوطين الصناعي. 1- طرق المواصلات ووسائل النقل، حيث مكن التطور الذي عرفته وسائل النقل والمواصلات من توطين الصناعات الخفيفة والإلكترونية والمعلوماتية بالقرب من المطارات كما في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وتوطين الصناعات التي تستعمل مواد أولية بالقرب من الأنهار. إذن أين تتوطن الصناعات الخفيفة الإلكترونية والمعلوماتية؟ الإجابة بالقرب من المطارات. وأين تتوطن الصناعات التي تستعمل المواد الأولية؟ الإجابة هي بالقرب من الأنهار، كما في مصنع لسيارات رينو على جزيرة نهر السين في وسط باريس، وهذا ما شاهدناه في الصورة الأولى. نلاحظ معي الآن عزيز الطالب، وهي صورة لمركز أول مصنع لسيارات رينو على جزيرة نهر السين. هذا نهر السين في وسط باريس، وتتواجد مصانع للسيارات على ضفاف هذا النهر. الآن العامل الآخر من عوامل التوطين الصناعي، أنتقل معكم الآن إلى العامل الثاني من عوامل التوطين الصناعي، وهي المناطق الصناعية الشاطئية. بإمكانك عزيزي الطالب تدوين بعض الأسئلة للاستفادة منها. علل توطنت الصناعات بالقرب من المناطق الساحلية الشاطئية. الإجابة نظرا لي توفر المياه اللازمة للتصنيع وإمكانية الاستيراد والتصدير عبر الموانئ، وهذا ما نلاحظه في المستند الثاني من الصور السابقة، حيث يوضح مرفأ روتردام وهو مرفأ صناعي في هولندا ينمو ويواكب
تطور الصناعة في أوروبا، حيث يسهل التصدير والاستيراد عبر هذه الموانئ. الآن أنتقل معكم إلى العامل الثالث من عوامل التوطين الصناعي، تأثير المناخ والمحيط العلمي والثقافي. كيف يؤثر المناخ والمحيط العلمي والثقافي في توطين الصناعات؟ تتوطن الصناعات ذات التكنولوجيا العالية في المناطق الجميلة والمشاهد الخلابة من العالم المتقدم، مثل سيليكون فالي بسان فرانسيسكو وصوفيا أنتيبوليس بجنوب فرنسا. لماذا تتركز هذه الصناعات بالقرب من المناطق الجميلة والمشاهد الخلابة؟ الإجابة لأنها توفر للصناعات ولكوادرها تجهيزات الاستقبال كالفنادق وتجهيزات النقل والاتصالات، كما أنها توفر مؤسسات البحث كالمختبرات الجامعية ومراكز البحث العلمي. وبإمكانك العودة إلى الصور السابقة لتلاحظ تأثير المناخ والمحيط العلمي والثقافي في صوفيا أنتيبوليس بجنوب فرنسا. الآن العامل الرابع من عوامل التوطين الصناعي هي العوامل الطبيعية. خلال الثورة الصناعية الأولى، نشأت أولى المناطق الصناعية في الأحواض الغنية بالفحم الحجري وبالقرب من مناجم الحديد والنحاس. هذه العوامل الطبيعية التي تركزت عندها الصناعات في الثورة الصناعية الأولى. لماذا تركزت الصناعات في الأحواض الغنية بالفحم الحجري ومناجم الحديد والنحاس؟ الإجابة نظراً لثقل هذه المواد وارتفاع تكاليف نقلها، وهذا ما يفسر انجذاب المصانع نحو حوض الرور في ألمانيا مثلا. أثناء الثورة الصناعية الثانية، أخذت مصانع التعدين تفتش عن مصادر الطاقة الكهربائية الرخيصة لتستقر إلى جانبها. وبإمكانك عزيزي الطالب العودة إلى المستند السابق لتلاحظ تأثير العوامل الطبيعية في التوطين الصناعي. أنتقل معك الآن عزيزي الطالب إلى العامل الخامس من عوامل التوطين الصناعي، وهي المناطق المدينية. أكرر بأنه بإمكانك تدوين هذه الأسئلة للاستفادة منها. علل تجتذب المناطق المدينية الصناعات. الإجابة: 1- لاحتوائها على اليد العاملة الوافرة والمختصة. 2- اعتبارها سوقاً استهلاكية. 3- مركز للرساميل وللقرار الاقتصادي وعقدة مهمة للمواصلات والاتصالات. لذلك تتركز العديد من الصناعات في المناطق المدينية للاستفادة من هذه الخدمات. العامل السادس من عوامل التوطين الصناعي هو دور الدولة. هل الدولة تتدخل وتؤثر في توزيع المصانع داخل البلد؟ الإجابة نعم. كيف تتدخل الدولة في توزيع وتوطين الصناعات في داخل الدولة؟ الإجابة يكون من خلال 1- وضع السياسة الصناعية واتخاذ التدابير القانونية والمالية لتنفيذها، منحها للمؤسسات قروضاً بفوائد ميسرة، إعفاء المؤسسات من الضرائب والرسوم، إعادة تنشيط المناطق الصناعية القديمة لتحديثها، تأهيل اليد العاملة، تحديد المناطق الحرة المخصصة للصناعات المعدة للتصدير، وسن التشريعات البيئية. إذن هذا دور الدولة في التوطين الصناعي. الآن أنتقل معكم أعزائي الطلبة إلى القسم الثاني من درس اليوم، وهو تفاوت المجالات الصناعية. أمامك مجموعة من الصور. الصورة الأولى القطب التكنولوجي سيليكون فالي في كاليفورنيا،
والمستند الآخر لمصنع للملابس الجاهزة في بنغلاديش. تأمل الصورتين ثم أجب عن الأسئلة التالية: صف مكونات كل من المستند الخامس والسادس، حدد نوع الصناعة التي تميز البلدان المتقدمة من خلال المستند الخامس، حدد نوع الصناعة التي تميز البلدان النامية من خلال المستند السادس. الآن نستنتج من الصور المجالات الصناعية في البلدان المتقدمة وخصائصها. شهدت المجالات الصناعية في البلدان المتقدمة تحولات منذ ثورتين الصناعيتين الأولى والثانية، وتتمثل هذه التحولات في تراجع الصناعات القديمة في وسط المدن. أسألك سؤال عزيز الطالب، علل تراجع الصناعات القديمة في وسط المدن في البلدان المتقدمة. الإجابة: بسبب قدم تقنياتها، ازدحام المدن وتلوثها، مما يجعل هذه الصناعات تنزح نحو مناطق أخرى. كما أن من خصائص المجالات الصناعية في البلدان المتقدمة هو بروز مجالات صناعية حديثة على طول خطوط المواصلات وحول المرافق البحرية. كما ظهرت أقطاب تكنولوجية، وهي عبارة عن مناطق تتركز فيها الجامعات ومراكز الأبحاث والمصانع ذات التكنولوجيا العالية، مثل منطقة سيليكون فالي بسان فرانسيسكو. بإمكانك العودة إلى الصورة السابقة وتلاحظ منطقة سيليكون فالي بسان فرانسيسكو. إذن هذه خصائص المجالات الصناعية في البلدان المتقدمة، والتي تتمثل بتراجع الصناعات القديمة وبروز مجالات صناعية حديثة وأقطاب تكنولوجية. الآن أنتقل معكم أعزائي الطلبة إلى المجالات الصناعية في البلدان النامية وخصائصها. سؤال لك عزيز الطالب، علل بطء النمو الصناعي في البلدان النامية. الإجابة: بسبب النقص في الرساميل، الضعف الفني والتقني، عدم تأهيل اليد العاملة، وضعف القدرة الشرائية للسكان. كما أفرزت حركة التصنيع في البلدان النامية ظهور ثنائية في المجال الصناعي. ماذا أقصد بثنائية المجال الصناعي؟ تتمثل ثنائية المجال الصناعي في 1- تدعيم المدن الساحلية بالتجهيزات ومختلف الصناعات الحديثة المشغلة للأيدي العاملة، ومناطق داخلية مهملة اقتصرت على الأنشطة الاقتصادية التقليدية التي تشهد حاليا تراجعا. فإذا ثنائية المجال في البلدان الصناعية تتمثل في مدن ساحلية مدعمة بالتجهيزات ومختلف الصناعات الحديثة ومشغلة للأيدي العاملة، ومناطق داخلية مهملة اقتصرت على الأنشطة الاقتصادية التقليدية التي تشهد تراجعا في دورها، مما أدى إلى نزوح كثيف لليد العاملة. إلى هنا أعزائي الطلبة انتهى الدرس. شكرا لحسن استماعكم.